مطعم البيك الأصلي الموجود في السعودية، كان موجود قدام الفندق اللي أنا قاعد فيه. قلت كل يوم وأنا طالع وأنا نازل لازم أكل من عنده، 3 أيام يا مؤمن مش عارف أجيب منه وجبة من كتر الزحمة اللي عنده. قلت أجرب المطعم اللي قدامه، مطعم عفيف، مطعم شعبي بتاع عدس وفول، بيعملوا شوية فول بالسمنة يعدلوا المزاج مع عيش طعمه حلو قوي اسمه عيش تميس، وسعر الأكلة دي 20 ريال يعني تقريبا 6 دولار. المطعم موجود في منطقة العزيزية قرب الحرم المكي، الشكشوكة بس اللي كانت باردة شوية فعشان كده بصراحة طعمها ما عجبنيش. ادوني مع الوجبة ازازة روب، وقبل ما اشربها لقيت قدامي محل عصاير، بس محل ايه ما شاء الله فخم اسمه فيتامين سي. فقلت له انا مش فاهم حاجة من المينيو بتاعك ده، قال لي ولا يهمك اتفضل دوق وشوف اللي يعجبك وانا اجيب لك منه. عصايرهم طعمها جميل وبرضه سعرها رخيص، الكوباية ب5 ريال بجد، محل عصاير تمام التمام، اديله 10 من 10. وما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات.